انا بس هقول للدكتور هاني ال 2000 او 3000 عمل اللي هم خطير وخطير جدا، من فضلك اتعرضوا عليها دكتور مصطفى، واحنا هناخد القرار ان احنا نخش نخلص فيهم وننهيهم في اقرب فرصه، عشان ما ننسبش حاجه تمثل خطر بالشكل ده ونسيبها. نقطه كمان عايز اقولها بس اضيفها للدكتور هاني. الدكتور هاني كان يعني استاذ جامعه في المانيا، ولما قلت له تيجي تشتغل معانا فقال لي يعني انا اجي. قلت له هتتعرض لكتير من الحاجات اللي موجوده في مصر، فتحمل ما هيحدث لك. فانا بشكرك قدام ال يعني قدام الشعب المصري كله. انا عارف كويس قوي ان اللي اشتغل في يعني في دول ويعلم في جامعات متقدمة كده بيبقى مش متعود أبدا إن هو يرى يعني أكاذيب وجهل أحيانا، واخد بال حضرتك؟ فتحمل ده، لأن هي بلدنا محتاجة إن احنا يعني نشتغل عشانها وما نبصش في ده. بس أنا هقول حاجة يا سادة، التسويق والتغطية الإعلامية للنشاط لأي مشروع بتعملوه أمر مهم جدا عشان الناس تعرفه. الناس بتفاجأ إن حاجة بتتعمل، فلما تيجي تفاجأ بإن الحاجة دي بتتعمل، حد بس يقود يقول إيه، يقول كلمة ممكن يكون بحسن نية بس غلط. يعني مش هقول إن هو سيء النية ولا حاجة، ولا يقصد أبدا إن هو يسيء للمشروع أو يتهم حد، لكن هو من غير على قد عقله، على ما هو فهمش في الموضوع، يعني على قد عقله ما بيفهمش في الشغلانة اللي إحنا بنتكلم فيها، فيقولوا له ده المشروع بتاع مثلا سيوة كده، المشروع بتاع طريق مصر اسكندرية كده، الطريق بتاع الساحلي في قدام العالمين كده، فالناس ما تعرفش، فهو ياخدوا الكلمة. وطبعا مواقع التواصل بتشتغل وتقول ده أنا تقديري، أنا هو مش عايز أقول قصور، هو إن إحنا ما بنتكلمش عن شغلنا رغم إن القنوات بتقدم طبيخ كل يوم. يعني كل يوم بنقدم أكل، أنا آسف إني بقول كده والله، أنا آسف إني بقول كده يا جماعة، كل يوم في كل القنوات بتقدم طهي. طب اطلعوا قولوا شغلكم، وأنتوا لو قلتوا لأي قناة من القنوات دي سواء كان خاصة أو تبع التلفزيون المصري مش هيرفضوا أبدا إن أنتم يسمعوا منكم. لما يتبعت مندوب من عندك من الوزارة تموين يعني القطاع الإعلامي اللي موجود عندك يطلع يصور وبعدين يتغطى بخبر، انتوا هتتلافوا الكلام ده وهتخلوا الناس تعرف، ولما الناس تعرف مش هتهاجم لانها عرفت. الناس دايما بتتعامل مع الموضوع اللي ما تعرفوش.